الفكرة بالتأكيد هي فكرة عفوية، يعني اقترح بعض الأصدقاء أنه شلون نثقف المجتمع للقاح، البعض أخذ ينزل بوستات، فإحنا يعني أنا كمسؤول عن القهوة كنت أنه أبادر أنه ننطف الشيء رمزي للي ماخذ اللقاح، والفكرة لاقت إقبال واسع. كل المرافق الترفيهية والثقافية والأدبية أن تحذو حذوها، والصحف والمنتديات كلها أن تكتب، لأنه أكو هواية يعني خلط حول هذا اللقاح وصلاحيته وعدم صلاحيته. أكيد هو كل مواطن مسؤول عن تثقيف المواطن الآخر، كل واجهات المجتمع، كل القنوات، كل الأعلام البلد هي مسؤولة عن التثقيف نحو اللقاح. يعني شفنا أكو غياب الدولة عن هذا الموضوع.